تحين بينالتي شغل فلاغرون اللي ما مدهاش. وشاهدنا الاسبوع الماضي بكل احترام على كل حال لقاء مدير وهرب مدير الجزائر اللي كان ضربة جزاء خياليه من حال مدير وهرب على حساب مدير الجزائر. واليوم كان بالك خلفها لهم اليوم. دونك هذه نظن بلي هذه حكره. شاهدنا الاسبوع الماضي الثاني في بولو غينا ان بيناتي انيماجينابل. دونك على حساب شبيب القبائل يجي حاكم كيما هذا شغل يخسرك مجهود تاع اسبوع ولاعبين كانوا محفزين باش يفوزوا بالمقابله. بصح مع ان اربيتراج باراي نظن بلي لاخر دوك ولا راهم يحوسوا على راسي. انا الان نقول لكم بلي شبيب القبائل نحبها بصح انا مستقل بصفه رسميه من شبيب القبائل. وكي نهضر انا مستقل مانيش راح نهضر كما الرؤساء اللي فاتوا مستقل ونعاود المدير. انا من تاريخ اليوم الله غالب حب الفريق هدايا اللي سعيت وحبيت نخدم بصح ما تقدرش نخدم دون دي سيركونس هدايا. دونك نعاود نقول لكم شويه الماضي نهار فريق شبيب القبائل عاد من كاس افريقيا دخلنا اون كونفيرمون بوندون دي جور وين سعيد ورحت لوزاره الشباب والرياضه ورحت لرئيس الكونفدراليه الجزائريه لكره القدم وطلبت بلي هذا فريق لكره القدم ما يمكنلوش يروح يريح اربعه ايام سون زونترمون. اعطيو لنا سيدي موسى نونترينيو فيه معليش الكونفيرمون اعطيو لنا لا الوزير لا لو بريزيدون دو لا فيدراسيون سعى الطالب تاعنا. والان نشوفوا فرق من البطوله الجزائريه راهم في سيدي موسى نظن راهم يحضروا الكاس العالم. هما حنا كنا نحضروا كاس افريقيا هما شغل هذا حقره ديريكت. ان كلوب اللي تمدلو 45 مليار ان كلوب اللي تمدلو 120 مليار وشبيب القبائل سنتيم ما دخلش لا من عند البلديه لا من عند الولايه لا من عند الوزاره. دونك هادو حبوا يحطموا هذا الفريق وانا ما نعرفش نحطم الفريق هذايا. انا كنت مناصر وربي شاهد عليا وجيت سعيد باش نسقم الفريق هذايا بصح ضغوطات كبيره. Du conseil d'administration. Je ne suis plus le président de la GSK et merci. La cabine est à la La cabine est à la gare. 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 La cabine est à la ظاهر